بدعوة كريمة من السيد مراقب تعليم بلدية طرابلس المركز، نحن اليوم في حفل افتتاح مقر المراقبة بعد استلامه والقيام بعملية صيانته، والذي نتمنى أن يضفي دور كبير جدا من أجل العمل ومن أجل إحياء هذا الصرح العلمي الكبير. الحقيقة نشكر كل من ساهم في افتتاح هذا المركز وفي صيانته، نشكر مراقب التعليم طرابلس، نشكر مديرية أمن طرابلس على إقامة هذا الحفل وعلى تأمينه، والذي نتمنى إن شاء الله أن يوفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.